السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كيوصلكم هذا الفيديو يلقاكم كامل بصحة وعافية يا ربي. صباح الخير لكم الحباب الزينين، صبحتكم بالربح والصحة والهنا. اليوم جيت ندير مع الحباب الزينين هذه المعسلة بعجينة العجينة المورقة. كيما راكم شفتوا درت رونديلة تاع قارص، وندير كيس غير ربع تاع سكر، وندير كيس تاع ما. هذه ماشي شيربات، هي تجي ثقيلة على الشيربات وتجي تجي كيما لا كيما لا جولي الحبيب الزينين. وهذا كيما نقولوا هذه المعسلة انا درتها مع نفس العجينة النهار اللي درت هذيك المملحة. درت المملحات هذوك ودرتهم طابو. ايوا العجينة اللي بقات درت بها هذه المعسلة كيما يقولوا، ضربت عصفورين بحجر واحد، درت مالح وحلو كيما نقولوا القهوة، درت لهم العشاء كيما راكم تشوفوا. هاكم تشوفوا درت خلطت مليح ونديرها تغلي فوق النار. كي تحسي بها شويه ثقلوها على، لازم تجي ثقيله على الشيربيت، ما تجيش خفيفه، تجي كيما لاجولي. انا دوك ندير لها فتيته تاع كما راكم تشوفوا تاع راحت لي لافاني كيما راكم تشوفوا. ونحطها تجي تبرد ونروحوا على بركه الله نبداو في تحضير هذه المعسله. قلت لكم سهله مهله وخفيفه وتوينم في شهر رمضان وخفيفه، لهاد اللي تحسي بها ملفي كنهار من ديك غدوه كتصبح اللي تحس بها ملفي. وقلت لكم العجينه المورقه راني دايرتها، راني حاطتها في القناه، كتبوا غير عجينه المورقه وصفات متنوعه واقتصاديه راه يخرج لكم الفيديو كيما راكم تشوفوا. انا قبل نحل العجينه ندير هكا كما نقولوا ونديرها مستطيل طويل. قلت لكم هي سهله مهله ودرتها، درت المملحه هي طابو وقعدت ندير فيه هذا كيما نقولوا هذه المعسله. ومنيحه ولا رمضان وفي الديكور من فوق انا ديكوريتها غير بفتيته تاع كوكب افيلي. وانتم تقدروا اللي عندها تفاح، تقبض حبه تاع تفاح تنقيها وتقطعها عادي كيما نقولوا هكا كما تشوفوا. هاكم تشوفوا القوامه تاعها كيفاش، راكم تشوفوا شحال العرضه تاعها، راكم تشوفوا الحبايب الزينين. تشوفوا ديروا هكا كيما طويله كيما الحبه تاع الملفي ها كيما راكم تشوفوا الحبايب الزينين. دوكا عندي هذه الكوبات نقطعها كيما نقول لك، راكم تشوفوا الصوره تعبر على نفسها كيما راكم تشوفوا. شوفوا نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنشوفوا فيها سهله مهله. قلت لكم اللي ما انا درتها زوقتها درت لها من فوق الديكور غير الفتيته تاع كوكاو ايفيلي. نتوما اللي عندكم حبه تاع تفاح نقوها مليح وغسلوها وقطعوها كيما نقولوا هكا براج كيما نقولوا هكا على حساب الحبة الطول تاع الحبة تاع التفاح. ودير لها مغرف سكر، دير لها مغرف سكر تاع كيما نقولوا تاع القهوة تاع القهوة. وديروا لها المغرف تاع الزبدة، حمسوها في المقلة ولا ديروها في الكوشة كيما تبغوا. وكي طيب هذه المعسلة عسلوها وزوقوها من فوق بالتفاح. شوفوا كيفاش راني قطعتها. دوك نديرها ندير هذا الصفار تاع البيض. قلت لكم نفس النهار اللي درت المملحة البيض هذاك اللي بقى لي مع الحليب هي استغليته في هذا كيما نقولوا هذه المعسله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنشوفوا في الوصفه كيما راكم تشوفوا. درت لها الصفار البيض مع الحليب هذاك اللي قعد من المملحه. قلت لكم ما توشوش الاطراف، وكنت تشوفوا تدي الاطراف فيها البيض راه العجينه المورقه ما تنجحش، ما تبانلكش مورقه كيما نقولوا. نتمنى ان شاء الله تجربوها في رمضان وسهله مهله. وصورتوا لي في الغفله كي يجوك ضيف الغفله تجبدي غير ديك العجينه المورقه تكوني موجدتها هي تخدميها في ساعتك كيما نقولوا ليه اللي توجد لك. نشكركم الحبيب الزينين على تعاليقكم الطيبه، ونشكر كل انسان راه يشوف فيا ويتمنى لي الخير كيما نتوما راكم تمني لي الخير. الله يعطيكم الخير على الخير في هذا الشهر المبارك. ان شاء الله اللي متمني حاجه راجل ومراه ولا امراه الله يحقق له احلامه عاجله غير اجله يا رب العالمين. شوف ربي لي على بالو بكل شيء، العهد اللي راني فيه صلحتي ندعي لكم، ندعي لكم غير بالخير كيما نتوما متمني لي الخير راني ندعي لكم غير بالخير. وقلت لكم هذه المعسله درتها مع درت عشاء مملحات الفل عشاء ودرت معاهم هذه في صبحتها راحت جات خفيفه. العود اللي كنت تصبح تقولي مير فيه، وانتم كي تخبوها لازم خلوها تبرد مليح عاد تخبيها الحبيب الزينين، لخاطر كنت تخبيها ثم راهي تقبل تقرمشها تروح. لازم تبرد مليح مليح وما ديرهاش في بوختمونجي، ديريها في كيما نقولوا كاسرونه تاع حديد هكا وغطيها بالغطاء تاعها باه تبقى مقرمشه. كوديها في بوختمونجي شغل تجي طريه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا في الوصفه. وكي قلت لكم ديما العجينه المورقه ديما لازم قبل ما ديروا السنيمه تاع المملحه ولا معسلات تكونوا مسخنين الخوشه من قبل ودولوها في الوسط الطيب. وكي طيب من تحت هبطوها كامل كيما نقولوا هبطوها كامل للدرجه الاخيره وحمروها من فوق. شوفوا الحبايب الزينين كي طابت. انا ما درتهاش طول
هذيك الشيربيت اللي صنعتها كما راكم تشوفوا اللي خدمتها فيه الكلا، تبان كلاج ولي شويه ثقيل على الشيربيت باش ما تجيش حلوه شويه نقصت حليوه. راني قابضه هيك سخونه بالبينسو ونمسح عليها غير من الفوق، مسحت عليها كامل من الفوق ودوك ندردر عليها هذاك الكاوكاو ايفيلي. قلت لك لا عندكم التفاح زوقوها من فوق بالتفاح، انا عندي غير الكفته تاع الايفيلي كاوكاو ايفيلي اي زوقتها بيه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا في الوصفه، والله يشفي جميع المرضى، والله ربي ان شاء الله يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، واللي عندها غريب بعيد عليها ان شاء الله الله يردوا لها سليما غانما يا رب العالمين، واللي متمنيه بالذريه الله يرزق كيما يقول لك اللي متمنيه الذريه الله يحل حزامها، الله يرزقها بالذريه الصالحه عاجلا غير اجلا يا رب العالمين، واللي متمنيه خديمه ليها ولا لوليداتها ولا لمولابيتها الله يربي يرزقهم بخديمه بخبز يحليها ليا، واللي متمنيه بالسكنه ان شاء الله ربي يرزقها بسكينه وتفرح بها كيما يقول لك السكنه هي قبر الدنيا الحبيب الزنين، واللي في خاطره حاجه راجل ولا امراه الله يحققها لها عاجلا غير اجلا يا رب العالمين. وهذا الشهر المبارك نتمنوا الخير لبعضنا بعض، نقولوا كلام الطيب لبعضنا بعض، العهد يا الحبيب الزيني الكلمه الطيبه راح يكون عندها اثر كبير في نفسيه الانسان، والانسان اللي يجرح خوه راه ماشي مليح يبقى غير يخمم في هذيك الهضره. الانسان لازم قبل ما نخرجوا الكلمات لازم نوزنوها، كاين كلام يكون ثقيل ياسر ياسر كي تخرجيه تقوليه لخيك ولا لخوك ولا لاختك راه تحس كيما نقول لك جرحتها، والجرح راه ماشي مليح، جرح القلب راه ما يداويش يا الحبيب الزين، ويكذب عليك الكاذب اللي يقول لك جرح القلب يداويه كيما يقول لك يداويه الزمن، العهد يا الحبيب الزينين يا القلب لا تجرح يبقى مجروح حتى نموت وندوه معنا للقبر. وقلت لكم يا الحبيب الزينين جرح القلب عمره ما يداوى غاية حتى نموتوا ندوه معنا للقبر. نتمنى ان شاء الله نقول لكم بعضنا بعض طيب وما نجرحوش بعضنا بعض ونجبروا خاطر بعضنا بعض، وكيما نتوما راكم جابرين بخاطر الله يجبر بخاطركم، كيما راكم فرحين الله يفرحكم دنيا واخره، الله يفتح لكم بيبان الخير، اللي في خاطر حاجه ربي يحققها له عاجلا غير اجلا يا رب العالمين. كيما راكم شفتوا مسحت كامل هذا المعسله من فوق بهذيك الشربات الثقيله اللي خدمتها، وراني ندير في الكاوكاو ايفيلي من فوق، وقلت لكم سيهلي مهله وضيه في الغفله ليه ليه توجديها، وراه جاي رمضان في سهرات رمضان انا العهد اللي زيدي واش يعرفوا ولا الحاجه تاع القهوه ولا الحاجه تاع لاتاي، المهم ندير لهم حاجه حلوه يشربوا بها قهوه وصلت النبي، العهد اللي درت لهم انايا شرب بها قهوه الصباح كل واحده دا حبه وصلت النبي يا الحبيب الزين، جوني غير صباح حبيت قلت لكم وجهت بنينه وتحس بها ملفي العهد اللي تسبيها ملفي تتقرمش. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا في الوصفه، وتحية تحية تحية كبيرة ليكم لكل إنسان راه يشوف فيا كبير وصغير مرا ولا راجل كيما نقولوا داخل الوطن وخارج الوطن، لكم مني جزيل الشكر الله يعطيكم حتى يرضيكم. هذه نقول الحبيب الزينين وقد ما نشكركم قليل عليكم، وإن شاء الله كيما يقول لك ربي يتخلى علينا هذا الشهر رمضان بالصحة والعافية، ونصوموا كيما يقولوا يقدرنا على صيامه وعلى قيامه. راكم تشوفوا بعد اللي درت لها داك الكاوكاو ايفيلي شوفوا فيه طلع شوفوا فيه جات مورقه، قلت لكم نجح عجينه العجينه المورقه هذه لازم قبل ما ديريها طيب 10 دقائق سخني الكوشه، و10 دقائق دوك الولا ما تحل تتحيش عليها الكوشه حتى يفوتوا 10 دقائق باه ما تهبطلكش. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا في الوصفه يا الحبايب الزينين، وكيما قلت لكم الدنيا هذه رانا غاديه فيها كيما نتجبروا بعض خاطر بعضنا بعض ونقولوا كلمه طيب لبعضنا بعض باه ربي يرحمنا، كي نرحمو حنا بعضنا بعض يرحمنا ربي. يا الحبايب الزينين كيما راكم تشوفوا كيف طابت من تحت ان شاء الله تجربوها، ونقولكم ساهله وماهله وشكل التيحه شوفوا فيها ساهل، ما شوفي ما تحطي ربيابيج ما تحطي حتى حبوبه، جيبي غير الحلال وهذيك الكوبات هي والعجينه هذه المورقه وصلت النبي، خدمي خدمتك كيما تبغي يا الحبايب الزينين. شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، دونك نقسم مع الحبيب الزين حبيبه وتشوفوا في الجديره مدي خلو مورقه، ونشكركم يا الحبيب الزينين نشكركم جزيل الشكر كل واحد باسمه وكل واحده باسمها. يا الحبيب الزينين العهد اللي راكم فرحين كي نقرا التعليقات خاطر نقولكم نفشل، وكي نقرا التعليقات هذوك تيوحكم صورتو تعاليق اللي الطيبه تعاليق الطيبه كيما الناس طيبين، والكلام الطيب راه يعبر على الانسان، كي تشوفي انسان يقول كلام طيب عارفي داك الانسان طيب، والانسان اللي يقول كلام ماشي مليح عارفي داك الانسان ماشي مليح، هاكا حنا تعلمنا من بكري. ها الحبايب الزينين شوفوا دوك نقسم معاكم حبه ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها الحبايب الزينين. قلت لكم العهد اللي زاني ناضوا لي الصباح القهوه الا في صبحتها راحت، كل وحده دا حبيبته ايوا مع القهوه قهوه حليب جات كيما قلت لكم العهد اللي كتبتي ياكلي فيها اللي تحس بها ملفيه يا الحبايب الزينين. دوك نقسم معاكم حبه وتشوفوها وان شاء الله تجربوها
وتنجحوا في الوصفه يا الحبيبه الزينين، وتهلاو لي في بعضكم بعض، وتهلاو في الصحيحه. الصحيحه هي الصح، الله راحت الصحه. العهد ما ينفع كمال ولا حتى حبوبه، دار تاع دراهم ما يطردكش صحيحتك، ابكي غير على صحتك، ما تبكي حتى حبوبه. وفي هذه الدنيا واحد ما يعدو الاخر، الصحه هي عدوة مليحه. ها شوفوا الحبيبه الزينين، شوفوا كيف تجي طايبه من تحت، ها شوفوا كيف الحبيبه الزينين. وفي الاخير ما بقى لا نقول لكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى، الى وصفه جديده ان شاء الله. وما تنسيونيش بدعوه خير في ظهر الغيب، اشهد الله اني احبكن في الله. اللهم ارزقني واياكم سعاده الدارين، اللهم يا فالق الحب والنوى، اعطيني واعطي لكل انسان منا ما نوى.